على خلفية وفاة صلاح الدين الغمري طلب الدكتور معتوق وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل في وفاة صلاح الدين الغمري وتحديد المسؤوليات والأشخاص الذين يتلاعبون بحياة المواطنين سواء كان صلاح الدين الغمري أو أي مواطن مغربي. الدكتور معتوق في تصريح له أوضح أن المرحوم تعرض لأزمة قلبية أغمي على إثرها، لكن قلبه ظل ينبض بفعل الإسعافات الأولية التي تلقاها من جاره الطبيب، لكن عند وصول سيارة الإسعاف الأولى والثانية كانت خاليتين من أنبوبة الأكسجين، وعند وصوله للمصحة لم يجدوا له مكانا شاغرا، الأمر الذي استدعى أسرته لنقله لمستشفى آخر ليفارق الحياة. فعلا سكتة قلبية، يعني أزمة قلبية، وعيدوا سيارة الإسعاف. الطبيب اللي كان تما يعني جارو بدا تيقلبو، لقاو بانه تيصعب عليه يتنفس والقلب ديالو مازال كيضرب ولكن فقد الوعي ديالو. عيطو لسيارة الإسعاف. ملي جات سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة وهما كيحاولوا يخليو القلب ديالو يعني كيضرب وكيديروا الحركات ديال عطاو التزويد ديالو بالأكسجين من الفم للفم، والحركات ديال واحد المجهود يدوي اللي كيدار اللي كيدير داك الطبيب باش يبقى القلب ديالو كيضرب. ملي جاي سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة غادي يطلعوا للسيارة ما بقاش فيها الأكسجين، ضروا ينتظروا سيارة إسعاف ثانية، وملي جات سيارة الإسعاف الثانية بقاو فيها غير شوية الأكسجين اللي بقى في القرعة. إذا مشاو بهذا المصحة تقلبوا على المصحة في المحمدية، لقاو المصحة الأولى ولكن ما فيهاش بلاصة، على ما انطلقوا عاود تقلبوا في مصحة ثانية داموا الأمانة أمانتهم. إذا طبعا حنايا مسلمين وتنأمنوا بالأجل وتنأمنوا بالساعة، وتنقولوا ملي كيجي الإنسان الساعة ديالو يعني ما كيستقدم ولا يستأخر، ما كيمكنش هذاك هو الأجل ديالو، ولكن الانسان تيخصو يقوم بالواجب ديالو والعمل ديالو على احسن وجه. كيف يعقل ان سياره الاسعاف تكون غير مزوده بقنينه ديال الاكسجين او قنينتين؟ وهنا فين تنحيي الناس ديال الوقايه المدنيه اللي من بعد تقصي انا بحثت وشفت وقيت بانه السيارات يستحيل السياره ديال الوقايه المدنيه تكون غير مزوده بقنينه اكسجين، والمسائل اللي هي ضرورية لتنقل في حالة إسعاف استعجالية ديال المريض. يعني كاين ضابط ديال الوقاية المدنية خاص غير بالسيارة، خبشة السيارة ديال الوقاية المدنية تدير تقرير للخبشة، يعني ميمكنش تكون سيارة إسعاف. فلهذا سيارة الإسعاف سولت وبحثت لقيت بأن سيارة الإسعاف اللي تحركت هي سيارة تبع لوزارة الصحة. فمرة أخرى كتبين منظومة الصحة ديالنا بأنها ضعيفة جدا ولا تلقى إلى مستوى الإنسان المغربي والمواطن المغربي. فحرام استخفاف بهذه المسؤولية وبالأمانة اللي معطيها الناس اللي مسؤولين على هذا القطاع ما يكونش عندهم تتبع عن قرب لهذه سيارة إسعاف، باش حتى تكون شي تدخل سريع جدا في واحد أزمة معينة تكون سيارة في مستوى. نتمنى نكون انا غلط، ونتمنى ان وزارة الصحة تدير تحقيق وتدير بحث في هذا الملف هذا، وتشوف واش فعلا كاين خطأ، واش كاين تقصير ولا ما كاينش تقصير. حيت اذا كاين تقصير اكيد غيكونوا اجراءات قضائية وقانونية لمتابعة المقصر، لان هذه يمكن نسميها كاع يعني قتل غير العمد، قتل ليس بالخطأ ولكن التقصير الذي ادى الى الوفاة بحاله بحال اي تقصير، لانه كانت قنينه الاكسجين موجوده في ذاك الوقت يمكن يكون الانقاذ ديال صلاح الله يرحمه. ولكن مره اخرى حنا ما عارفينش، تنقولوا الاجل هو هذا، ولكن التقصير الى ثبت تخص تكون المعاقبه ديال المسؤولين. اذا مره اخرى انا تنطرح السؤال على وزير الصحه، واش عنده إلمام بهذا الموضوع؟ واش عنده مسؤول على هذا الموضوع ديال سيارات الاسعاف اللي غير كنقبطوا ونخرجوا وهي ما مزوداش بجميع التجهيزات؟ واش كاين مراقبه
واش كاين تقارير اللي كدار على الوضعيه ديالهم، على الحاله ديالهم، واش كاينه هناك جوده، والسيارات مزيانين، واش غنديوها غير السيارات الفخمه ديال المسؤولين وكنساو سيارات الاسعاف اللي غادي تنقذ حياه ديال المواطن. ما عرفتش شنو هو مدى اهتمام الوزير بهذه السيارات، ولكن هذا فقط سؤال وتساؤل. لعل الله يثير الانتباه ديال الوزير الصحه باش يهتم بهذا الموضوع ويشوف عن قرب اشنو كيدار في هذا الموضوع، واش كاين شي ما يدار اخر باش نتداركوا الموقف بالنسبه للمستقبل، ولا راه الحاله تزق هكاك بدون اي اهتمام، وبالتالي بدون انه يرى اي اهتمام للحياه ديال المواطن. لا تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.